حتى لو اضطر الوضع انه نغير 10 15 20 100 نصدر امر واحد نقول غير قادرين على تحمل المسؤوليه. حركه الدولار وصعوده اقوى من حركه الحكومه. اطمئن المواطن انه لا يقتني الدولار، الدينار هو الاقوى. نرجع لسعره الرسمي ونوفره ونعود التجار ورجال الاعمال على التجاره الشرعيه. اي مسؤول لا يقدم حلول لأي مشكلة نقول لها توكل. الآن قررنا نوفر وحدة سكنية في مدينة متكاملة الخدمات، وهذا التزام. العراق ليس بحاجة لقوات قتالية. أموال اللي سرقها وزعها على مجموعة من النافذين، من سياسيين، من مصارف، من شخصيات، للأسف حتى إعلاميين. كمعلومة جديدة، ضمن قانون الموازنة اكو إعانات نقدية إضافية راح تروح لعوائل الفقراء.